فؤاد المهندس وشويكار مثلا ليهم افلام جميله جمال، ثنائيات كمان في السينما كتير عملت قصص حب حلوه، ومديحه كمال في الفيلم ده كانت قمر بصراحه. الصورة التالتة مع هنا الزاهد، صورة بتعليق قصة حب صالح ودرية من على كوبري قصر النيل. ايه أجمل قصة حب شفتها في السينما ونفسك تعملها في فيلم؟ أجمل قصة حب شفتها في السينما كتير قوي، يعني في حاجات كتير قوي، في ثنائيات كمان في السينما كتير عملت قصص حب حلو. فؤاد المهندس وشويكار مثلا ليهم أفلام جميلة جمال، فأنا نفسي يبقى عندي افلام زي افلامهم كده، يعني دي اكتر حاجه قصص فؤاد المهندس وشويكار في افلامهم، لانها كانت رومانسيه حلوه وفي نفس الوقت بتضحك جدا، فده التركيبه دي تعجبني قوي. بحب مطارده غراميه اللي هو تيريريري اللي هو ايوه قلبي يا غاوي. قلبي يا غاوي خمس قارات زي القرع تمد البرات. لو قلت لك اختار فيلم من افلام زمان تشيل منه الممثل وتقف انت قدام البطله هيكون ايه؟ انا بحب قوي مديحه كامل في فيلم 30 يوم في السجن، فيعني فممكن اعمل دور الاستاذ فريد شوقي في الفيلم ده، لان يعني الفيلم ده كمان مليان ومليان، في ثلاثي اضواء المسرح، وفي ابو بكر عزت ومديحه كامل، ومديحه كامل في الفيلم ده كانت قمر بصراحه، فانا احب اعمل الفيلم ده جدا.